السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله الحمد، عندنا البيع من أمريكا 2013 سيارة تويوتا سي إن مجهزة لاستخدام أصحاب الاحتياجات الخاصة، دخول الكرسي من جهة الخلف. السيارة هذه مثل ما نحن شايفين طريقة انزال المصعد يدوية، اللي مطلوب أن نفتح المقبضين هذين وننزل المصعد، وبعدين بإمكاننا أن نحن ندخل الشخص أصحاب احتياجات الخاصة سواء كرسي واحد أو كرسيين وراء بعض في هذا الممر، أو بإمكاننا أن نحن ندخل سرير بعد ما نرفع الكراسي الجانبية الخلفية مثل ما نحن شايفين. السيارة هذه ماشية 104,000 ميل. إغلاق المصعد بعدنا بهاي الطريقة جدا سهلة، وتسكر المقبضين هذه بإمكاننا أن نحن نشحنها لأي مكان في العالم. شكرا لكم، منصور الحمادي.